بونجور لي ميس ميمي، اليوم جيت باش نهضر لكم على واحد المنتوجات اللي للاسف الشديد لقيتها عندنا في مدينه الدار البيضاء، وللاسف كيبيعوها المغاربه اللي هما كيقولوا بانهم منتوجات طبيعيه، ولكن هما ماشي منتوجات طبيعيه نهائيا. اما مخلطين بالماء او الزيت، امون افي زيت دو تورنوسول مخلطينها مع زيوت اخرى، وكيقولوا لكم بانها طبيعيه 100%. شريت كمان واحد المنتوج باش نوري لكم ونوريكم الدرجه، لانه الدرجه الكبيره اللي لان هذا لو برودوي خايب. غتشوفوني شنو غادي ندير. شريته ب 45 درهم اللي نعطيها للطلاب وما نعطيهاش لحد. لهاد لو برودوي ما نقدرش نديرو في البشره ديالي. غادي نهضر لكم على هاد الشركه. ها هي كاينه عندكم في اونفا بليس في الدار البيضاء، دايرين دي ستوند. هما راه شركات بزاف، ماشي غير شركه وحده. سميتهم يا الزين. ولا شفتو هنايا ما كيعرفوش حتى يكتبوا باللغه الفرنسيه. كوزميتيك ناتوريل، كوزميتيك سي ماسكولين و ناتوريل كتبعو. ما نقدروش نديرو ليها دو زل او، كنديرو غير ان سول ال. هما دايرينها بدو زل او، خصهم يمشيو ديجا يقراو اللغه الفرنسيه قبل ما يديروا هذا الشيء. هذا هو لو دغوز، غادي نوريه لكم. ها هو كيقولوا بانه طبيعي 100%. والسيده اللي كتبيعو، الغريب في الامر، كتقول لك عندك خصك تمسحي به في الليل كومي لوسيون، ولا ديماكي به لو فيزاج، وما تخليش حتى الصباح عندك، راه حيت كيكحل وجه. وعلى حنا غنتسناو حتى الصباح وما نغسلوش وجهنا ونبقاو بلو دغوز؟ مي دو توت فاسون لو دغوز ما كيكحلش، كون سي دو لا فري ما كيكحلش لو فيزاج، ما كيكحلش البشره، وهو سي ان ديكونجيسيونون. بالعكس كيحيد هاد الهالات السوداء، كيحيد الانتفاخ ديال العينين، ومصح. هو كيصح واحد الحاجه اللي هي مزيانه للبشره ديالنا. بالعكس هاد لو دغوز قال لك 100% طبيعي. ومني كترشيه باش تشوفي ريحتو، اش غنقول لكم؟ واحد الريحه ما يمكنش. هاد الشيء انا دابا نحطه في وجهي، وكيفاش المراه المغربيه كتعطي 45 درهم لهاد الشركه باش تعاونها وتدير لو دغوز ديالها في وجهها؟ ما يمكنش البنات، ما خصكمش تشريو من عند هاد الشركات هادو اللي كيدعيو انهم 100% طبيعيين. وها هما دايرين قال لك دي فلاير، وهاد لو دغوز ديالهم اشنو غادي ندير ليها انايا؟ بلا ما تضحكوا عليا البنات، شريته ب 45 درهم، غادي ندير ليه هكذا وغادي نخويه، وغنقول لهم المره الجايه خاص لو دغوز تمشيو تحللوه وما يكونش عامر بالماء، لان لو دغوز الا كان فيه الماء كيكونوا فيه جراثيم، والجراثيم الا حطيتيهم في الوجه ديالك اش غنقول لك؟ اش غيوقع لك؟ ما عندي ما نقول لك. ما يمكنش هاد لي برودوي نخليوهم يتباعوا عندنا في المغرب، ما يمكنش. شي طبيعي. ملي كتقولي لها عطيني نشوف الزيت ديال الافوكا، كتلقاي زيت الافوكا اللون ديالو كلير، اللون ديالو ماشي لون غامق. والافوكا الزيت الطبيعي كيكون اللون ديالها غامق جدا. هادي كتقول لك، ملي كتقولي لها علاش هاد الافوكا ماشي غامق، كتقول لك حيتاش احق محقه حيدنا منها باش ما تكونش مجهده على الزبونه. لا بالعكس، خلي لينا، بغيناك اختي تجيب لينا غير زيت ديال لافوكا اللي هي مصحه بالشعر، بتساقط الشعر، ومصحه بالبشره اللي عندها الجفاف، كتغذي البشره بواحد الطريقه هائله. ما بغيناكش تجيبي لينا زيت اللي هي مقطعه او لا ناقصه منها. كذلك كاين الزيت ديال الزيت ديال الجوجوبا، الزيت ديال الجوجوبا اللي هو اللون ديالو حتى هو كيكون غامق، لونو داير بحال الزيت ديال لو تورنوسول ولا الزيت ديال لو سيور. علاش كتجيو كتبيعوا لينا بحال هاد لي برودوي؟ هادو الناس بغاو غير يربحوا على ظهرنا، ما خصكمش تشريو من عندهم هاد لي برودوي. وهاد البائعات اللي كيبيعوا، ملي كتجي تبيع لك مثلا زيوت اللي هي مخلطه للشعر، ما كتسولكش لا واش انتي حامله، لا واش كترضعي، لا واش عندك شي جنين، ما كتسولكش.
سورتو ان الزيوت اللي كتكون زيوت الويل اسانسييل ما نقدروش نعطيوها للمراه الحامل او المراه المرضعه او اللي عندها الجنين، ما يمكنش لانها مضره بالصحه. ما كيقولوش هذا الشيء، هما بغاو غير يبيعوه. المهم انا وريتكم، شريته ب 45 درهم، ما كاين باس، ولكن بوغ فو لي مسلمي باش نوريكم بانه راه كيبيعوا لينا غير الزبل. ما تشريوش هذا الشيء، ما تشريوش من عند هاد الشركات. جمعوا فلوسكم وشريوا من بلايص اللي فيهم مواد طبيعيه 100%. فوالا، وكاينين شركات بزاف، كاينه وحده اخرى عاوتاني اللي سميتها ازيل ايتاغا اللي كاينه حتى هي في هذا لو سونتر، كاينه ايليس فالي، ازور ستور، كلهم اللي سولتيهم كيقولوا لك طبيعيه 100%، طبيعيه، ما عندهم لا سيرتيفيكا لا حتى شي حاجه، وكيجيو كيبيعوا لنا هاد المواد. والحاجه اللي بقات فيا وهو ان الناس اللي كيشريو من عندهم هما ناس ما قارينش، ما عارفينش، كيقولوا ليها راه هاد الزيت مزيانه للشعر، مزيانه للوجه، مسكينه كتشريها حيت هي دارت فيهم الثقه وشراتها، ولكن هاد لي برودوي ما خصكمش تشريوهم البنات. وسيروا للدي سيت، انا الا شفتوني اي حاجه كنوريها لكم في لي فيديو في لاشين ديالي ماري مارميريا، كيكونوا دي برودوي اللي جربتهم وعرفتهم واش مزيانين ولا ما خايبينش. كيكون دي فوا كنستعمل دي برودوي اللي كيضروا اوسي بالصحه، بحال اتونسيو فوزونغ، ديك لا فيديو اللي كنت درت وريت اون ديريكت كومون مي زونغل كانوا تضروا. يعني الا كانوا لي برودوي خايبين ما كنقول لكم شريوهم، والا كانوا لي برودوي مزيانين كنقول لكم شريوهم. كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم لي ميس ميمي، وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي ماري مغميريا، ونقول لكم ا تري بيانتو، او فوار لي ميس ميمي.